Québec et du Canada après nos enfants. هي العضو الوحيدة في البرلمان الكندي من أصل عربي تبنت مواقف مع الحق العربي واشتهرت لسياستها ومواقفها المتعلقة بقضايا المرأة والجريمة. نتعرف اليوم إلى ماريا موراني النائبة الكندية التي أحرجت بجرأتها العديد من زملائها الرجال. مشاهدينا، ماريا موراني هي السيدة عربية أو رائدة تعد العضوة الوحيدة في البرلمان الكندي الفيدرالي من أصل عربي، وبسبب نجاحها الكبير في عملها أعيد انتخابها على مدى دورتين نيابيتين، وهي مقبلة إن شاء الله على الدورة الثالثة قريبا. موراني كان لها دوما مواقف كبيرة ومشهورة في السياسة الكندية فيما يتعلق بالقضايا العربية وقضايا المرأة والجريمة. زميلة كندا جيوش والمزيد من التفاصيل. ماريا موراني لا تتقن اللغة العربية ولكنها تفخر جدا بأصولها اللبنانية. دخلت السياسة من أوسع أبوابها وتبنت مواقف مع الحق العربي يعجز عنها الرجال. وكنائبة عن حزب التجمع الكيبيكي وهو أحد أكبر الأحزاب، تحارب ماريا من أجل العدالة الإنسانية وتؤلف الكتب عن محاربة الجريمة وعصابات الشوارع في القارة الأمريكية. وفي عام 2006 وكانت قد انتخبت لتوها، لم تتخوف ماريا من إظهار تأييدها للعدالة، وذهبت في بعثة برلمانية إلى بلدها الأم لبنان ونقلت إلى العالم والكنديين بشاعة التدمير والظلم حينها. أصل العربي يفرض علي أن أظهر وجهة نظر بلدي الأم سواء كان ذلك في البرلمان الكندي أو عبر الرسائل الدولية، وأن نكون أعضاء في البرلمان هذا يعني أن نقوم بواجبنا بخدمة قضايا مجتمعنا المتنوعة بما فيها الصحة والمرأة والأمن وغيرها. ماريا تحب الناس جميعا وهذا ما دفعها للعمل بالسياسة، ولكنها مهتمة أيضا بقضايا المرأة والطفل والكبار في السن، وهي تجمع المساعدات الإنسانية للمؤسسات والأفراد بشكل مستمر، بينما تقدم جزءا من مكتبها ليكون معرضا دائما للفنانين الناشئين والذين يودون عرض قضايا اجتماعية من خلال الفن. رسالتي إلى المرأة العربية هو أن يجب عليها أن تنخرط بالعمل السياسي، لأن المرأة هي أكثر شخص قادر على التعريف بما تحتاج إليه في المجتمع. علية لبنان علية شرقية، يعني نحن ربينا على هالعلية الكريمة، لكن كمان نحن نؤمن بالمساواة. أنا لو كنت أنا محل ماريا، أنا أكيد أنه ماريا كانت بتكون حد للآخر. ماريا موراني هي مثال للشخص الذي اختار السياسة ليترجم محبته للناس إلى خدمات يومية تجعل حياتهم أفضل. وعما قريب ستدخل ماريا الانتخابات الكندية مرة ثانية عن مقاطعة يقل فيها المواطنين العرب، ولكنها هي مؤمنة بأن إخلاصها في عملها سيكون مفتاحها لمحبة الناس وكذلك العرب التي ستقلها إلى البرلمان من جديد. كندا جيوش، MBC.